يا شباب، قبل بداية المقطع لا تنسون دعائنا لإخواننا في فلسطين وبسوريا. يعني اللي صار في سوريا ترى شيء صار له 11 سنة طبعا، بس إن يعني الله يفك أسر سوريا وتتحرر إن شاء الله كامل، تتحرر فلسطين برضو، لأنه الحين اليوم أنتوا قاعد تشوفون هذا يوم الخميس، وأنا الحين قاعد أصور يوم الاثنين. يعني إلى حد الآن فلسطين يعني حررت بس غزة، أوكي، أو تعدت غزة، حررت القدس، إن شاء الله يا رب تتحرر كامل وتتحرر سوريا ترجع زي ما كانوا قبل وقبل قبل قبل. فدعوا لهم وليتس جو نبدأ المقطع. سامعكم كاتكم شخبان شتمام جديد لكم اليوم مقطع جديد. ايش مقطع اليوم؟ ميمز. لا تنسوا لايك واشتراك وسبت وجود تحت صندوق، تابعوني عليها كامل، تابعوني على سناب بعد، وصلوا على النبي وليتس جو نبدأ المقطع. طبعا الميمز هذا جبته من سيرفر فواز. اوكي اسف فواز، انا بعثت لك على انستغرام وانت ما رديت، فيقول لك السكوت على الرضا. صراحه دورت ميمزات ما لقيت، فقلت بدخل على سيرفر حمزاوي مين، فبدخل على سيرفر فواز وباخذ من عنده. فواز كوبيرات ترى انت ساكن بكتري، قسما بالله حدك 10 دقائق بيني وبينك وجوز اقل بجي فهدي. استغفر الله. ليتس جو نبدا المقطع. فالحلم شف الجني يلحقني ركض لي. صدق والله صدق يا عيال، قسما بالله يتجمد دمك ايش وانت تركض شوي شوي. اكتوبر شهر الوقوع في الحب. انا صدق انا الحين مريض وقاعد اسوي لكم مقطع. شايفين قديش انا بحبكم جدا جدا جدا. So my father is one of those freaks that's really quick at maths. No, he's not. He is. Father, what's 120 multiplied by 78? 44. See? That's not the fucking answer. Yeah, but he was quick. Oh my god, what is wrong with you two? How many times have I told the pair of you to grow up? 122. That wasn't a fucking question. He was quick though. Oh my god, I'm married to a child. هذه معاه حق تذبحهم قسما بالله. يا ترى ماذا كان يقول الرجل الطيب هذا؟ ناديني فيا رباه عبد تائب من ذا سيأويني سوى رب غفور واسع للحق يهدي. الرجال الطيب زيلينسكي. أوكرانيا مستعدة لدعم إسرائيل. اوكرانيا انت دعمي حالك، والله العظيم دعمي حالك، انت صرت تطلبين دعم قبل فتره، انتم ما حد يربيكم الا شو اسمه؟ الاقرع الابيض ذاك، الاصفر مدري ابيض. هذا دعمكم الاوكرانيه، خلي الحين اسرائيل تنفعك. انا الحين لو اتصلت عليه قلت له شقتهمكم راح اشقتهمكم ترى. ايش شوي. هذا ما كان ولي العهد محمد بن سلمان. يا دكتور انت قاعد تلعب مع دولة تراك اوعك خطأ بنسبة هيك تدمر كامل. يا شباب الدكتور هو تألم. استغفر الله استغفر الله. تحية لولي العهد محمد بن سلمان. قناة السعودية قبل ما تعلن عن وفاة 500 شخص. صدق تخليك كذا تستانس مرة بعدين يلا. قد تعرض إلى حادث 7000 شخص وقد توفى منهم 500 شخص تعازينا لهم. طيب قبل شوي كنتوا تركسونا عادي أقول هذه خوارزميات اللي نمشي عليها. رحت معرض الكتاب. دكتور رضا والله أنا من معجبينك مرة. أبوقع لك بطريقة مختلفة هذه المرة. أوكي. إيش رأيك أوقع لك بلغة المواشي؟ أوماي جاد. ماني قادرة. قبل ما تأخذ الكتاب، إيش اسمك؟ نورة. نورة شطورة. كتبت عنك مقولة في صفحة 70. 71. تقدر تقريها. شكرا. يلا. هاي. دكتور رضا والله شكرا إنك حتوقع لي. يعني إيش اسمك؟ صقر. صقر. ايش رايك في نظر الصقر؟ نظره كويس. وانت كيف نظرك؟ نظري كويس. اوه يا شباب هذا طبعا مبدع
وش صاير في معرض الكتاب ذبحونا فيه والله العظيم ما ادري والله لا لا هذا غلط تزوج بس ماكو بنت يعني السعوديه كلها ما فيها بنت ما اظل بنت يعني تريدني تعال انطيك امي يا حمار على طول سمعت تعال انطيك امي على كيفك بمناسبة يوم المعلم اكثر معلم اثر فيني معلم الشاورما ثاني اطلق معلم بعد ابوي لانه انا ابوي علمني على كل شيء يا عيال والله العظيم انك تخرش تخرش مره اكل معك قاص اكل معك السواق اوكي هذا مسفر ما عاد يجيب ظنا ابدا 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 اذا ركب الطياره درجه سياحيه معلش يا حبيبي بس قفل الشباك ما في شمس هو بس عشان الإضاءة وكذا النجوم وكذا طيب شو بتفرج حاب تاخذ وجبة؟ ايوه اسألك كل اللي عندكم في عندنا عرق دجاج بري صدى موزاريلا أصابع وفي شوربة خرياني خليها موية بس موية موية ايه انا كنت طيارة مرة واحدة جابوا وقتها مع كورونا ومدري شنو مرحبا هلا انا صرت ملحد مثلكم احلف والله احنا نحلف بالطبيعة يعني نقول بالطبيعة صدق اي والله هذا دليل ان الملاحدة اغبى كائنات في العالم تخيل ان الحيوانات اذكى من الملاحدة يا الصوت يا شباب حرام بالله انها تهوجع شوف 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 العكة ورب الكعبة انها تهوجع مرة ذي عرفها سوح بانه لبن بعد ما شرب برميل كامل عافيات عافيات لبن عاتش تشرب شخاخ اكيد لبن يا لبن يا حليب بس انت مشكلة ما تعرف هو قاعد ايش بالضبط يقول هل هو لبن او حليب قربة الموضوع إلا وعلا ان كيد الشيطان كان ضعيفا ابليس استغفر الله العظيم من السبع اللي يظلهم الله يوم لا ظل الا ظله شاب نشأ في الصلح وهو في الصغر قلتها بالعكس او شيء بس المهم انه فهمته يعني يكون صغير ولا شاف الصوره شفاتي افترقنا ونعدم فيني فواز فواز الله يكسر ايدك صراحه على هيك تصوير مستخدم ايش الفلتر الخايس ذا اخس فلتر لقيته قدامك استخدمته ولا شفت عشان بنت استخدم انت استخدمته بعدين شف للي شف للي مركبين فوق ما وراكم اسف للي والله اني احبك مره طبعا انا هذا ما اقدر اتفسخ عليه ولا اقدر اي شيء ولا هذا عم الكل لان هذا هو قائد كلان نوبل ايزاك دخلني معكم بالجروب يا اخي دخلني معكم تراكم قريبين عليه والله العظيم شفت مطعم الشواي اللي جاكل عنده الدبدوب ذا انا جنبه على طول دخلوني معكم يا اخي شو السالفه ولا شغله عنصريه ايزاك لا تنسى ترى جدتك سورية يعني لا وبعد إيش جدته وأبوه يعني بطاقة أبوك مكتوبة جدتك جد يا أخي سالفة مرة طويلة المهم إن جدتك سورية ترى من عندنا ها لا تنسى الظفر ما يطلع من اللحم فلما أقدم مغبن يا أخي لا تسامحني ولكن لا تضيق هذا المقطع شكله أيام ما كان فواز صغير هذا لقاك المواهب المدفونة اللي إن شاء الله ما تطلع والله اللي إن شاء الله ما تطلع أبدا وإن شاء الله تندفن أكثر يا فواز يعني على كذا مواهب مو أنت تندفن مواهبك صراحة فواز مرة بطل ليجند مرة يا عيال متى ما تكلمه يرد عليك والله العظيم وحبيب كذا ويمون على طول غني ضربة بالتيك توك والكل يستخدمه سكتش العراق اللي غنيه صدق والله صدق يا عيال القناة العراقية كلها حزينة اصحابها والناس كلها ترقص عليها مدري ليش
لو استغفر الله. وإلى هنا وصلت الحلقة. لا تنسوا لايك والاشتراك وثبت موجود تحت صندوق الوصف. تابعوني عليها كامل. تابعوني على سناب بعد. وصلوا على النبي. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. وسلم لي.